رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين ملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد نبيا ورسولا. أخي الفاضل أستاذ يوسف حميدي رئيس الحزب الوطني الجزائري، الأخوات والإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضياف ربي، يا ناس تيارت دار الخير والخمير والقمح والشعير، دار الخيل العربي الأصيل، حصان العربي الأصيل والجواد البربري، بيت الكرم. وعلمونا والدينا احنا من الصغر إذا قصدت تقصد دار كبيرة، إذا بت بالعشاء تبات في الدفاع، وحاشا أن واحد يجي لتيالت ويبات بالعشاء. ونجربوا اليوم الحاج الميلود. وقلت الصباح علمونا والدينا باللي الكرم، المثل الجزائري يقول الكرم يعلم له الشجاعة، ومن شجاعة الإنسان أنه يكون يربي ويكسب الحصان، وهذا هي بلاد الحصان في الجزائر بلا منازع، وبلاد الحصان العربي في الكون كامل وفي الكرة الأرضية هذه هي منبتو، هذه هي بلاستو، لأنهم أهل شجاعة وأهل كرم وأهل جود وأهل شهامة وجهاد. في بداية كلمتي نجدد التضامن والدعم المطلق للصحافة الوطنية، ونرفض رفض باتا أنها تطرد، ونرفض رفضا باتا أنها تظلم، ونرفض رفضا باتا أنها تهمش، لأن اللي بدأ بدايته هو ما زال قاع ما عنده التمسؤولية ويطرد في الصحافة ويتهجم عليها، وعنده 15 ولا 20 موقع شاريهم وسلطهم اليوم على الإعلام، هذا مستحيل باش يكون يقبل الرأي والرأي الآخر، مستحيل باش يكرس الحرية، ومستحيل باش يقبل الديمقراطية. احنا اليوم في قاعة اللي مسمية باسمه سي علي معاشي الله يرحمه إن شاء الله ويتقبله في الصالحين، فنان شهيد مات تحت التعذيب ومعلق في الساحة، في ساحة عمومية، وما قدرش الاستعمار يخليه يتراجع على حبه لهذا الوطن وتضحيته على هذا الوطن ونضاله من أجل هذا الوطن، لأن الجزائري إذا كان في هذا الوطن هو راه ساكن فيه، وإذا خرج من هذا الوطن راه الوطن يكون ساكن فيه. إذا خرج من الوطن الجزائري راه يسكن الوطن في قلبه، وإذا جاء لهذه البلاد راه محتضن هذا الوطن، لأن الوطن عزيز والوطن غالي والوطن حضن، والحضن دافي مثل حضن المرأة الرضيحة. احنا اليوم في تيارت راهي 10% من إنتاج الجزائر من القمح راهي تنتجه هذه الولاية المباركة، بها 700,000 هكتار، وتنتج أكثر من 4 ملايين مليون قنطار.
وهذه ولاية اللي تنتج هذه الكمية وانت داخل فيها ما تلقى فيها حتى طريق 90 كيلومتر تدير فيها 2.5 ساعات، اللي المفروض تدير فيها 20 دقيقة ولا 4 ساعة. وسكة الحديد اللي كانت موجودة من المهدية تنقل القمح حتى لمستغانم وقت الاستعمار مشات وانتهت. كي نقولوا احنا، ويقول سي الميلود شفتوا قبل ما نشوف فيه درك باللي مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح في منطقة الصهوب والهضاب العليا وشمال الصحراء 34 مليون هكتار، ومناش مستصلحين منها إلا 7 ملايين هكتار. تعرف باللي البلاد مش خاصها الإمكانيات لا البشرية ولا حب الوطن ولا الأرض الخصبة ولا المياه ولا الخبرة والتجربة، ولكن اللي خاص هذا البلاد والعياذ بالله الدبارة، اللي خاص هذا البلاد رجال نظاف يخدموا هذا البلاد، اللي خاص البلاد رجال يخافوا ربي في هذا الشعب ويخافوا الله سبحانه وتعالى. اللي خاص هذا البلاد كوموندوس حقيقي يدير عملية إقلاع بالتنمية نتاعها. وكي تشوف ولاية مثل ولاية تيار داروا فيها هذا الشيء هذا، لا طرقان لا أطرود لا دوبل فوا لا سكة حديدية، تعرف بأن الناس اللي كانوا يقودوا فيها لابد فيهم ناس عملاء للدول الاستعمارية باش نشروا 60 ولا 70 ولا 80 مليون قنطار نتاع قمح لين من أوروبا، باش ما لازمناش نفقروا الفلاحين نتاع دولة فرنسا وما لازمش نغضبهم عليها. هيا جاوبوني، ياك ظلوا يتغنون بالوطنية ولا لا؟ قولوا لنا هذا من اللي هزوهم للسجن ولادهم وين راهم؟ راهم ساكنوا هنا ولا من النهار اللي تهزوا بياتهم هربوا؟ وين راهم؟ راهم موجودين في اسبانيا وفي فرنسا. وكانوا لما يتكلموا لنا على الوطنية تقولوا احنا باللي رانا اولاد حركة، احنا قومية، احنا خوانا لهذه البلاد. ولكن اول ما تسجنوا هربوا لفرنسا ولاسبانيا. يا سيدي كيفاش راكم عايشين في اسبانيا وفرنسا؟ يا كنتوا تقولوا لنا الوطنية وتقولوا لنا لازم نزيروا السنتورات وتقولوا لنا لازم نضحوا من اجل هذا الوطن. يا سيدي وليداتكم هذم كي تسجنتوا علاه ما قعدوش معنا هنا في البلاد؟ ورانا احنا كرامة، الجزائر ما يخليش واحد يتهان حتى لو كان يكون الوالد نتاعو سارق وفسد الحياة السياسية وزور الانتخابات وعطى المال وسكر سونيتيكس هنايا في تيارت ومدها لتحكوت. ولكن من المستحيل الجزائري خيالي زوجتك ولا أولاده يتهانوا يقسموا معاهم اللقمة، ولكن اللي طامع باش يقسم معاهم اللقمة راهم في إسبانيا وفي فرنسا عندهم قصور وعندهم ملاير. فبالتالي هما واش داروا؟ منعوا مدينة كمدينة تيارت أنها تزرع القمح وتنقلوا عن طريق الشاحنات بالطرق السريعة، ومنعوا السكة الحديدية حطموها باش الدول الاستعمارية هي اللي تقدر الفلاحين تاعها يبيعوا القمح للجزائر. وباش كي يقوموا يبيعوا القمح للجزائر نهار اللي تثور الثورة تاع الشعب، لأن عارفين الشعب هذا صبور ومش متهور وشعب حضاري وشعب راقي، ولكنه يثور ثورة سلمية، ونهار اللي يثور ثورة سلمية هما يلقاو رواحهم
في أوروبا، وليداتهم في أوروبا، لا ربي هما عماهم ما خرجوش، هرب واحد شاكيب خليل، واحد آخر اللي قال راه مريض في من 94 هو وزير ويحكم فينا. وذاك النهار محامي بعث قال يا ولدي هو راه هو مجنون عقليا ماهوش مريقل، يا ولدي هذا من 94 وهو يحكم فينا، وهو يقسم في الصفقات، وهو يقسم في المناجم، وهو يمد في اعتماد نتاع السيارات. واش خفت نقول كلمة ويكلمني وكيل الجمهورية ونولي في قيل وقال؟ أنا بالك، أنا بالك 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 راني حتى أنا مجنون كما بعض الناس. أنا بالك سمعت كلمة طايشة وبالك ما سمعتهاش، بالك حلمت، بالك في الحلم هذا ومعه واحد آخر، هذا اللي كنت نحكي عليه ومعه واحد آخر، ولا ربما لا ربما مرشح أو داعم لمرشح، لا ربما. وهذا راني بالك حلمت منام، بالك مش حقيقة، بالك باش وكيل الجمهورية ما يقول لي جيب الوثائق، بالك منام. ربما جاوا لواحد زوالي مستثمر في البلاد وقالوا له سمعنا باغي دير استثمار تعطي نص مليون دولار لهذا ونص مليون دولار لهذا، لهذا المرشح او واحد داعم ليه، ولهذا الوزير اللي قال راه مجنون ربما. وقلت لك بالك في المنام مش في الحقيقه، ولكن هما يفهموا الرساله المشفره. ونص مليون دولار وبالك في المنام، كي جاني انا في المنام هذا نص مليون دولار، نص مليون دولار بلاك لهذا السيد، وبلاك بلاك في المنام جاتني الواحد متمطر تشحيل الآن والله ذراع وليمن، وربما وربما المترشح، وربما يقولوا نظيف باش وكيل الجمهورية ما يكلمنيش. أنا شفتها في المنام، أنا ذي راني شايفها في المنام. وبلاك وبلاك نفس المنام لنفس الشخص، بالك نفس المنام نفس الشخص، ها هو اليوم إذا سمع المنام هذا هو اليوم تجري كرشه ليسمع باش يعرف الأمور. برك احنا رانا لا كي هما يذروا حاجة، احنا رانا نلوحوا صواريخ، صواريخ تاع قنابل مضيئة تدير الصوت، خاطر كون نطرحوا الملف اليوم هاي تنهار، وحنا ماذا بينا تمشي شوية الأمور، مازال تسخن الحالة شوية. بالك هو نفس الشخص في المنام اللي تنازل على الأسهم نتاعو من واحد الشركة للزوجة نتاعو، وقال لهذا الشخص أنا نجيب لك في المنام، راني في المنام قاعد مانيش في الواقع، نجيب لك القروض ومقابل القروض تعطيني 10% من الشركات نتاعك. ومثلا مثلا باش ما يقولوش هذا مرشح، والله هذا الدعم الأول للمرشح في 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 في, في, في أن الناس دير شحال تملك، قالوا ما يملكوش لأنه تنازلوا على الأسهم للزوجات نتاعهم. ها هما يفهموا الرسالة باش يحترموا أنفسهم، ومن اليوم هذيك العشرين صفحة اللي يحركوا فيها يحبسوها بالكذب والزور. هاياك جاوا غلقوا، كان مصنع سونيتكس يخدم 2500 واحد مواطن ومرأة قليلة، ومرأة تخدم على اليتامى، راه تخدم على وليداتها، وراجل يخدم على الذرية نتاعو باش يعولهم 2500 واحد غلقوها. وانا سولت الناس اللي كانوا فاوضوا في صندوق النقد الدولي، قالوا لنا احنا ما طلبوش منا صندوق النقد الدولي نغلقوا الشركات، ولكن ياك اساس الفساد واساس الدكتاتورية وأساس تحول البلد إلى دولة فاشلة هي أنه يحلوا شركات تاع الدولة ويكسروها ويطردوا عمالها ويعطوها الخواص. احنا واش نقول؟ راكم عطيتوها الخاص، احنا نطالبوا أن هذه الحكومة اللي بقى لها شهر ما تدير حتى حركة وما تدير حتى موقف، ولكن احنا نهار اللي نكونوا في رئاسة الجمهورية بإذن الله تعالى نتعهدوا باللي هذه المناصب الشغل نتاع شبابنا وشاباتنا ورجالنا ونسائنا إذا أدينوا المحكمة أدانت هؤلاء اللي هم
الفساد المالي إذا أدانوهم بأننا نتعهد بأن هذه الشركات نحافظ على العمال تاعها وما يطردوش وتبقى ملك للشعب الجزائري وما نخلوش الناس تعيش في البطالة، لأن هذه عشرات الآلاف من العمال الجزائريين والجزائريات. صحيح حلينا سونيتكس وعطيناها لشخص، حنا نعتبروا بأن مازال هي سونيتكس قائمة، مازال الشركة الجزائرية قائمة، وإذا كان تم إدانتهم هؤلاء نحافظوا ونتعهدوا بأن هذه مناصب الشغل نحافظوا عليها بإذن الله تعالى. هذه البلاد تنتج نوع من الشعير نسبة الرطوبة فيه 9%، وكل دول العالم جاية تجري باش تشري هذا الشعير نتاع بلاد تيارت، لأن نسبة الرطوبة العالمية تلحق حتى 14% ونسبة الرطوبة فيه 9%، ولكن هما ما همش حابين الخير للبلاد، هما ماذا بهم وين يدخلوا الباخرة من الخارج باش 10 ولا 20 ولا 30% عمولة تقعد ليهم، وكون كنا غالطين أولادهم كون قعدوا معنا، لكن هما قبل حتى ما أمولهم حتى حاجة في الجزائر أولادهم سافروا للخارج، لأن عندهم العمولات بملايين الدولارات في الخارج، وإلا كيف أنت تروح لبلاد الناس ما عندك لا ولي لا دلال لا واحد يوكلك لا يشربك لا دار لا دوار، وتروح العائلة كل وتسكن في ماتي. هاي تبان هنا العمولات نتاع أموال الشعب الجزائري. عليها أنا قلت لو كانت تدعو عليهم كل الأموال نتاعهم إذا ثبت الفساد نتاعهم، راهي الأموال اللي خلاوها في الجزائر اللي هنا راهي ما تسددش قروض تاع البنوك. حنا يهمنا الأموال تاع الدولار والأورو اللي راهي موجودة في الخارج كيفاه نرجعوها. حنا عقلنا وتدبيرنا في كيفاه نرجعوا الأموال اللي موجودة في الخارج. وهاو كاين واحد انا راني كاع مانيش نقرب له بصح درك نبدا نحط عليه. هاو البارح دار واحد الصريح في النهار وقال هذا من اللي قالوا كذا مبلغ نتاع دولار لبرا هذا ما راهم شاركوا في السرقه. حاشاك اننا سرقنا نهار دينار من هذه الدوله والله من هذا الشعب، ولكن اصبر درك نطلب الملف نتاعك كي بديت تلوح في الكلام الزايد ونجبت لك شحال ديت من سرقات من أموال وانت تسير في عواصم جزائرية ترمز إلى عواصم راكم تعرفوها، وفي فنانات ومغنيات والمكاتب اللي جبت عن طريقها الفنانات والمغنيات. احنا قلنا بأن صندوق النقد الدولي قال الفساد 30%، وكنا دايرين نقطة جملة اعتراضية لا محلها لها من الإعراب، ولكن درك نجبدوا لك الملف نتاعك غدوه ولا بعد غدوه نطلبوا الملف نتاعك ونجبدوه لك ان شاء الله، ونعرفوا شحال عندك من اموال في سويسرا وفي باريس وفي بيروت ونجبدوها لك ان شاء الله. درك هذا لا بالتليفونات، هذه لا الاشارات الاولى، ولكن كي قلتها بان احنا ساهمنا مع العصابه، انت اللي كنت مع العصابه حتى انغرقت السفينه، احنا ما كناش، احنا ما كناش مع العصابة، احنا نهار اللي جاء رمز العصابة. عبد العزيز بوتفليقة في 99 استقلنا ومشينا، وانت اللي قعدت راكب في العصابة حتى انغرقت السفينة، وتجي الان تقول على رجال نظاف نزهاء تجي تقول باللي شاركوا معاهم في السرقة. احنا شاركنا في السرقة، عيب وحشاك ان احنا نتلاح ايدنا الدراهم دينار تاع حرام ربونا في حياتي ايها الجزائريين. واسألوا الناس اللي تربينا عندهم في ورقلة، مشيت احنا صغار، الوالد مات كان عمري 7 ولا 8 سنين، 5 سنين مشيت بالغفلة، واحنا صغار نروحوا نحوا شوية عنب من غابة
قالوا لي انت عارفك ما تسرقش انت الا ما تقولش علينا، لانك لقيت مشيت معنا في المجموعه الله غالب لقيناك في وسطنا، ماذا بك ما تبلغش بينا فقط. ومشيت بهذه الوالد الله يرحمه ضربني ضرب نتاع ابل نتاع زوايل مش تاع انسان. وكلم الطالب حمزه راه حي اللي تعلمت عنه القران وداني عنده ودام وعطاني زوج عصي، قال الطالب حمزه كسرهم عليه لانه شارك في السرقه. ومشى للحاج عزيز الله يذكره بالخير ومازال حي، قال له ولدي راه شارك في سرقه وراح حضر مع ناس، روح قيم شحال نحو عنب وندفعوا. هذه في حياتي اللي ساهمت فيها وشاركت فيها ولله الحمد، هذا واش رباوني والديا. اما يجي واحد قاعد في العصابه ويتهجم على المصليين اللي يوقفوا الاغاني والرقص في رمضان وتهجم عليهم وجيتهم عبد القادر بن قرينه ويقول له شاركت في السرقه، حاشاك ودرك نجبد لك ملفك، حاشاك اني شاركت في السرقه او نكون جزء من السرقه او مشيت مع العصابه او بقيت يوم مع العصابه تالي حتى انغرقت السفينه وانت جالس مع العصابه. واذا كان صححت رانا نسكتوا، واذا ما صححتش رانا نضربوا بالثقيل اللي ننسفوك وما تقدرش تخرج الشعب الجزائري وبالملفات. احنا اليوم جينا لهذه الولايه المضيافه ونقول اليوم بان عبد القادر بن قرينه هو موش مرشح الجيش. اذا قال لكم واحد بانه مرشح الجيش من الخمسه، اذا قال عبد القادر بن قرينه ماهوش مرشح الجيش، هو مرشح طامع باش يحتضنوا الشعب. والجيش الوطني اسمه هو الشعبي، هو جزء من الشعب. الجيش الوطني الشعبي اسمه الشعبي وهو جزء من الشعب، وانا طالب يحتضنني الشعب. الله يبارك فيك. اذا قال باللي مرشح الحراك، انا مانيش مرشح الحراك، ولكن انا اللي كنت في اول يوم في الحراك وسي احمد الحزب الوحيد اللي يدعم الحراك هاو هنا يوم 24 فبراير وما دعموا حتى حزب واحد ولا منظمه اخرى ولا جمعيه ولا اللي راهم يزايدوا علينا اليوم في ساحه البريد المركزي، مش كلهم حاشاهم، جزء من اللي راهم يزايدوا علينا في البريد المركزي يقولون لنا اذا كان نطقوا كلمه قبل ما انطلق الحراك. احنا ماناش مرشحين الحراك وما نمثلوش الحراك والحراك رافض اللي يمثلوا، ولكن احنا اللي كنا جزء اصيل من الحراك ودعمنا الحراك وهازين في الكارطابل نتاعنا مطالب الحراك باش ننفذوها نهار 13 ديسمبر باذن الله تعالى. احنا ماناش مرشحين حتى جهه. بعض الناس قالوا هذا مرشح الجنوب، صحيح انا من الصحراء ولكن انا مرشح الصحراء والشمال والتل، انا مرشح الشرق والغرب، مرشح الشباب والشيوخ، المرأة والرجل، مرشح كل دمعة تسيل من مرأة فقد زوجها، وكل دمعة تسيل من مرأة صباح مش لاقية صباط حاشاكم تلبسوا لولدها باش يروح يقرأ، ومرشح كل مرأة ترملت ومش لاقية كيفاه تشري خبزة ولا ساشي نتاع حليب لوليداتها، ومرشح كل قطرة دم سالت في أرض هذا الوطن الغالي من مليون ونص مليون من الشهداء، أنا مرشح كل هؤلاء. إذا قلت بلي مرشح الجيل الجديد نقول لك نعم، نحن نرمز للجزائر الجديدة وإحنا أول ناس سماوها الجزائر الجديدة، ولكن بالمحافظة على أصالتنا ما عدناش صراع أجيال، ما عدناش صراع بين الرجل والمرأة، ما عدناش صراع بين جهة وجهة، ما عدناش صراع بين لهجة ولهجة
وما عدناش من ينافس الإسلام واللغة العربية في هذه البلاد. حبوا يخلقوا منا شعبين، وحبوا يخلقوا منا دينين، وحبوا يخلقوا منا آلهة متعددة، ولكن نحن رب واحد، دين واحد، شعب واحد، دولة واحدة اللي رسموها أبانا من الشهداء وأجدادنا بدمائهم سميت بأرض الجزائر الطاهرة، أرض المليون ونصف مليون من الشهداء. نختم كلمتي، وراني نشوف في الآباء اللي هنا، وراني نشوف في كبار القوم، وأنا من بلاد علموني والدي لي بل تبرك على كبارها، وانتم ناس فرسان وناس خيل، راكم تعرفوا الخيل السباق من بدايته، راكم تعرفوا وينه الحصان اللي راح يربح وينه الحصان اللي ما راح يربح، فراكم عارفينه من درك بلا ما نقولها، مانيش محتاج نقولها في هذه البلاد، راكم من درك عارفين الحصان الرابح من الخمسة، راكم عارفينه، وماذا بيا راح تقولوا به انتم من بعد الصحافة الوطنية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطلب من الأستاذ يوسف يقول كلمة خفيفة لهذا الشعب. سي يوسف حميدي خونا رئيس الحزب الوطني الجزائري، وأنا تسامحوني إذا طولت عليكم، لأن أنا ولد الصحراء، ولد الصحراء دائما يقول لنا فم التمر غلاط، وإذا غلط بياتنا راهم يسمحوا لنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أخي الرئيس عبد القادر بن قرينة، سيدات والسادة الأفاضل، ممثلين وسائل الإعلام، إنه لشرف كبير أننا نرافق حركة البناء ونرافق أسد الجزائر رئيس حركة البناء السيد عبد القادر بن قرينة في هذه الخطوة الكبيرة التي تعيشها الجزائر لبناء جمهورية جديدة كنا نحلم بها منذ سنين، وحلم بها حتى أجدادنا الشهداء. إنه لشرف كبير أننا نقف في صف الحق. اللي ما فهمش خواتاتي وأخوتي أن المعركة التي تعيشها الجزائر هي معركة بين الحق والباطل، هي معركة بين الحق والباطل. ومن هذا المنبر أقول إلى كل الذين يزايدون على الشعب الجزائري، أن باش الناس ما تمشيش تنتخب، أنا نقول لكم روحوا للانتخابات، لأن ما عندناش حل، ما عندناش حل، واللي ما يدور ظهره الأمن الجزائر في هذه المرحلة يعتبر كخائن، خائن للأمانة. والجزائر تنادينا لبيك جزائر، لبيك جزائر، لبيك جزائر. الذي جمعنا مع إخوتنا في هذه المعركة هو الله سبحانه وتعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم والوطن والشهداء. إنا في الحركة بركة، إنا في الحركة بركة، والأسد الذي سيقود الجزائر بإذن الله يوم 13 ديسمبر وبدون مزايدة، ونحن لا نعرف النفاق، والذي يعرفنا يعرف ما لا نقول، وما يخرج من القلب يصل إلى القلب. الذي سيقود الجزائر بإذن الله وهو خيار من الله سبحانه وتعالى بإذن الله، وهذا الذي نتمناه، هو أخي ورفيقي في النضال سيد عبد القادر بن قرينة، الذي أتمنى له كل الخير، وسوف نسانده بكل ما أتينا من قوة بإذن الله. لا أطيل عليكم، شرفت بهذا اللقاء وبالمرافقة ونعم الرفيق في هذا الدرب الطويل.